وحول حياة الضباط واستعدادهم للشهادة قال الرئيس السيسي إن كافة ضباط الجيش والشرطة يعيشون حالة محتملة للشهادة. وأكد الرئيس السيسي أن حياة الشهداء كنز من الوفاء والإنسانية. ضباط الجيش والشرطة بيقولوه اللي بيعيش معاهم حقيقة، أو حتى صف ضباط والجنود بيقولوا الكلام ده، بيقولوه جوه مع نفسهم، لأن هم عايشين حالة محتملة للشهادة، فهم عايشين فكرة الشهادة وكده، فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر، والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش. الكلام ده هم بيقولوا صحيح، ولو أنتم رحتم شفتم الوحدات ديت سواء كان في هنا اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جوا سينا، هتجدوا الكلام اللي قالوا نور ده حقيقي، والأفلام اللي بتجيبه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشينه. عنده زوجة وعنده طفل محتمل، لكن ما قالش هقعد لغاية لما الطفل يجي رجع. وده حقيقة بتحصل كتير. ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد، هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية، واللي ممكن يقدم للناس ويقول لهم شوفوا دي بيوت مصرية، دي بيوت مصرية عادية خالص، متوسطة أو حتى أقل من متوسطة.